مشاهدينا الكرام، للحديث عن الموضوع معنا من اسطنبول الدكتور عبد الحميد العاني، مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين. أهلا بكم دكتور. بداية، في أي سياق تضع التحركات الأمريكية الحالية في العراق؟ نعم، حياكم الله. تحية لك ولجميع المشاركين الكرام. يعني هذه التنافس أو ما التحركات التي تقوم بها الإدارة الأمريكية سواء كانت عسكرية أو سياسية هي ليس صراعا حقيقيا مع إيران، وإن كان ربما تحاول الجهتان أن تظهره بهذا المظهر، إلا أننا نتيقن أن هنالك تخادما بين المشروعين، ورغم وجود مساحة من التنافس على النفوذ في ملفات أخرى وفي العراق أيضا كذلك. فلذا هذه التحركات هي فقط لأجل تحسين موقع كل طرف من الأطراف على حساب الآخر، لزيادة هذا النفوذ وتقليص نفوذ الطرف الآخر. أما كصراع حقيقي لاجتثاث طرف من للآخر فهو غير موجود، ورأينا طيلة السنوات الماضية استمرار هذا المشروع الذي تخادمت فيه الإدارتان أو المشروعان الأمريكي والإيراني على حساب العراقي وشعبه. دكتور، لماذا إذن إن كان هناك ليس هناك صراع حقيقيا، لماذا إذن هذا الترويج الإعلامي لوجود صراع بين الطرفين؟ يعني هنالك تتخذ هذه الأطراف وأطراف أخرى من هذه التحركات تهويلا إعلاميا، أولا لتحسين كما قلت قبل قليل لتحسين طبيعة التفاوض بينهما بين الطرفين، لتحسين مكانة أحدهما على حساب الآخر. أطراف أخرى هي تمني النفس بأن هنالك تقليصا وأن هنالك خلاصا قادما من قبل أمريكا من النفوذ الإيراني. نعم. فربما تقوم هذه الأطراف بالترويج أو التهويل والمبالغة في هذا الإطار. حقيقة الأمر لا يوجد صراع، وإنما هنالك تنافس فقط، وهذا التنافس لن يعالج المشكلة من أساسها. نعم. ولن يغير الواقع الحقيقي والمأساوي الذي عليه الشعب العراقي. دكتور عبد الحميد، أشارت الهيئة في بيانها إلى أن زيارة وزير الخارجية الإيراني للعراق تجاوزت الأعراف الدبلوماسية، وبيّنت حجم التحكم الإيراني بالعراق وقراراته المصيرية في غياب كامل للسيادة الوطنية. هذا كلام خطير، لم نجد منه ردا من الحكومة في بغداد. وهذا واقع الحال، يعني كلا الطرفين، تحركات كلا الطرفين، وقبله زيارة ترامب إلى العراق بدون إعلام الحكومة العراقية، بدون لقاء أحد من أطراف الحكومة العراقية، وذهابه مباشرة إلى معسكر القاعدة الجوية التي ولقائه بجنوده، واليوم يأتي تصرفات وتحركات وزير الخارجية التي هي بعيدا كل البعد عن الأعراف الدبلوماسية، بل أنه ذهب يتحرك في أماكن خارج اختصاصه، ورأيناه كيف يقوم باللقاء بزعماء عشائر وجهات مدنية ليس لها علاقة بوظيفته وبواجباته التي تتعلق بوزارة خارجية ونحوها. فهذه هي ليست المرة الأولى بالمناسبة التي تتحرك فيها هذه الأطراف على حساب السيادة العراقية المنتهكة. يعني كلا الطرفين الأمريكي والإيراني يعد العراق هو ساحة له. وما الأدوات الموجودة التي تسمى حكومة إلا أدوات لتنفيذ الأوامر التي قادمة تأتي إليهم من قبل إدارة المشروعين الأمريكي والإيراني. طرحتم قبل قليل مشكلة تقاسم النفوذ ومحاولة يعني السيطرة على المراكز والأماكن التي تتواجد فيها أمريكا أو إيران في العراق. الآن بعد انسحاب الولايات المتحدة أو إعلان دونالد ترامب الانسحاب من سوريا، بدأ الحديث عن تركز أو تمركز هذه القوات داخل العراق في قواعدها العسكرية الموجودة والمنتشرة في كثير من المحافظات. كيف تتوقعون شكل المرحلة القادمة بالنسبة للتواجد الأمريكي الآن في العراق، وكذلك محاولة إيران أن تسيطر أكثر؟ يعني هو الوجود الأمريكي لم يخرج من العراق، ولم يكن في الأيام وفي السنوات الماضية خالي العراق من القواعد أو من التواجد الأمريكي. كل ما في المسألة أن هنالك إعلانا لهذا الوجود، وربما تحرك علني ومرافقة له إعلامية، وهذه المرافقة الإعلامية لهذا التحرك هي كما قلنا أنها تأتي في إطار محاولة الضغط على الطرف الآخر الإيراني لتحسين قضية التفاوض في من أجل النفوذ، وربما على حساب أيضا بعض الأطراف الميليشياوية التي ربما يراد منها تقليص مساحتها أو تقليص نفوذها على حساب ميليشيات أخرى.
إذا الأمر لا يتوقع أن يكون هنالك تغييرا لصالح الشعب العراقي، نعم ولن يكون هنالك تراجعا للوجود الميليشياوي ولا الوجود الإيراني بشكل صريح. دكتور عبد الحميد العاني، مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين، شكرا جزيلا لك.